نيجي لأفضل ممثلة. أفضل ممثلة كان بتنافس على اللقب ده عدد كبير جدا، فكان صعب إنه حد ياخد نسبة كبيرة لأنه زي ما بيقولوا في تفتيت للأصوات. وكانت الفائزة بنسبة 40% أمينة خليل. يعني جوازك من مدام عايدة يمكن كان هو الواجب، بس الصح انك تحاول تخلي الجوازه دي حقيقيه. اصل هو كان بيغير عليا قوي، لو كان يطول يحطني في اوضه 100 ترباس كان عملها. ده لو بس حس انه في حاجه ما بيني وما بين فريد، انا مش عارفه هو ممكن يعمل ايه. الله يبارك فيكي. ميرسي. تكون قايمة كان كانتش سهلة خالص. اه طبعا. انت اخدتي اعلى الاصوات. الحمد لله انا مبسوطة قوي. دفعتي كام؟ دفعت كل الوقت اللي احنا قعدنا نتطحن فيه في التصوير. لا يعني مجهود رهيب اتحط مش بس في المسلسل بتاعنا خالص، كل المسلسلات. كممثلة يعني انا بقدر قوي اي ممثلة تانية بتشتغل في الشغلانة دي بصراحة. ويعني لو انا ممكن اهدي دي فانا بهديها لكل الناس اللي كانوا موجودين. دي بتاعتك انت يا تازي. امينه خليل السنه دي ما كانتش منافسه سهله، كانت منافسه شرسه لان الادوار كانت متنوعه وبجد في ممثلات عملوا ادوار جامده جدا. بس انت دورك في ليالي اوجيني وفي البدله واضح ان هو علم مع الناس جدا، بحيث انهم اختاروكي في الاستفتاء الالكتروني والورقي. يا خبر ابيض. يعني كلام كبير قوي. كلام حقيقي قوي. امينه الحمد لله. انتوا كنتوا مرهقين قوي وانتوا بتسجلوا ليالي اوجيني وانتوا بتصوروها. استمتعتي بنجاحك فيها ولا ما قدرتيش؟ انا كنت بستمتع بالبروسيس بتاعه التصوير كل يوم، على قد ما هي كانت صعبه وعلى قد ما الدور كان صعب. يعني كريمان دور مرعب اصلا، انك داخله على واحده طول الوقت زعلانه وشايله حاجات كتير قوي على قلبها وتعبانه ومش لاقيه بنتها، يعني في قصص والراجل طلع متجوز وفي مصايب حصلت لها يعني. بس البروسيس كلها بتاعت التصوير كانت متعه جدا، وانه كل ما الشخصيه دي كانت بتديفلوب كل يوم اكتر من اليوم اللي قبليه كنت مبسوطه، وكنت مبسوطه وانا بتفرج على المسلسل. القصه ايوه انت تتفرج عليه في رمضان، تلاقيه اتفرجتي عليه بعد. لا مش دايما، حاجات وحاجات. في حلقات معينه كنت بعرف اتفرج عليها واتفرجت عليه عدل بقى كله من اوله لاخره بعد رمضان. انت عملتي بوست بعد مهرجان الجونه كان ملفت جدا يا امينه. انت كتبتي او ابتديتي وقلتي يس ام نوت بيرفكت. انا مش مثاليه، انا مش كامله. وقعدتي بقى دب 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 تقولي للناس ايوه انا باكل ساندوتش جبنه سايحه. ايوه انا عايزه يعني. لا احكي لي عن البوست ده، ليه عملتي كده؟ مش عارفة يعني. هي بصراحة اللحظة اللي أنا كتبت فيها البوست ده كنت قاعدة مع أصحابي بعد ما خلصنا ريد كاربت إحدى الأفلام، مش فاكرة كان أنهي فيلم، وقعدت في البيت وقاعدة باكل بيتزا وحسيت إن أنا مبسوطة قوي، فقلت أعبر عن شعوري في اللحظة دي يعني. وهو كان شعور حقيقي اللي أنا حسيته، فحسيت إن أنا عايزة أشارك الناس فيه يعني. أنت كنت بتردي على مين؟ على ناس كتير، على ناس كتير على السوشيال ميديا بيهاجموا بعض اصلا على الشكل وعلى اختيارات اللبس وكل حاجه. يعني السوشيال ميديا على قد ما هي سلاح ذو حدين، يعني على قد ما هي حاجه لطيفه جدا وحلوه جدا ان انت بتتكلمي مع العالم، فلو عندك رساله عايزه توصليها، لو عندك وجهه نظر عايزه توصليها، بتكونكت الدنيا كلها ببعض. ولكن ممكن يبقى في بعض الاشخاص يستخدموا السلاح ده بطريقه مش لطيفه، ان هم يحطموا الناس اللي حواليهم، ان هم يقولوا كلام جارح، يقولوا كلام وحش. يعني قالوا ليه لابسه مفتوح وانت عندك لازوليز؟ لا فاللي انا كنت بقوله انه كلنا طبيعيين يعني.
شجعوك بيقولوا لك يعني كلنا طبيعيين. لا يعني ما هم بقى بيقولوا كده، بس على فكره احنا كلنا لما بنبص في المرايه بنشوف حاجه غلط، حتى لو هي رفيعه وقد كده، وحتى لو ايا كان، بس كلنا بنبص في المرايه بنقول ايه ده، نفسي اصل نفسي دي تبقى اصل نفسي. ايوه يا هم بنات هم، هو ده اللي انا كنت بقوله، ان احنا كلنا طبيعيين بنعمل كده، وما لهاش دعوه بسن يعني، ما لهاش دعوه باحنا شكلنا عامل ازاي، بس انه في حاجه اهم من كل ده، انه اتس نوت اباوت انه انا ابقى لابسه مقاس كذا ولا ان انا ابقى شكلي كذا، هو الاهم هو الروح يعني، الاهم هو اللي جوه، هو ده اللي بيفرق، هو ده اللي بيبان. امينه خليل، السنة خلصت، السنة جاية ايه؟ ان شاء الله السنة دي في فيلم نازل الاسبوع الجاي باذن الله، اسمه 122 اول يناير. فالفيلم ده اكيد يعني هو مختلف جدا عن اي حاجة انا عملتها قبل كده، ومختلف جدا عن ليالي اوجينيوم والبدلة على الاقل يعني. ايه ده مختلف ازاي بقى؟ اصل انا سمعت كده كلام والله اعلم، مش عارف صح ولا لا، ايه؟ انا سمعت ان هو فيلم رعب. هو فيلم رعب الى حد ما، هو فيلم ساسبنس دراما، هو يعني انا اصلا نفسي مش عارفه احدد جانر الفيلم ده، هو ساسبنس ودراما وثريلر ورعب وكل حاجه يعني، هو يشمل حاجات كتيره جدا يعني. امينه خليل، لو عندك كلمه عايزه تقوليها لحد بعينه ماليش دعوه هو مين، وانت كده في حاله زهو وفرحه ان الناس صوتت لك انك تبقي احسن او افضل ممثله في 2018. أقول شكرا للشخص اللي صدق فيا كل يوم وورا الكواليس في حياتي، ان انا لا يمكن اكون عرفت اوصل اللي انا فيه دلوقتي من غيره. هنتخانق النهارده برضه مصممه. لازم الغاز يا امينه، لازم الغاز حلو عشان يبقى فيه كده لغز نرد عليه السنه الجايه. تعالى افتكر تاني، قالت الشخص اللي واقف ورا الكواليس حفظه. ده انا مش عارف اقولها تاني زي ما انت اللغز هيفضل موجود. احنا لازم نقعد كده قاعده في الكواليس وفضفضي. امينه خليل افضل ممثله في 2018 بتصويت الناس.